إذن أهلا وسهلا فيكم من جديد. رح نتحدث الآن عن المؤتمر الختامي لمشروع رسالة عمان واللي رح يحمل عنوان الاعتدال الديني تحالف من أجل الطمأنينة. هالمؤتمر عم بيقيمه المعهد الملكي للدراسات الدينية. رح نتحدث أكثر عن هالمعهد ورح نخصص الحديث أكثر عن المؤتمر والفعاليات اللي بيقوم فيها أيضا المعهد الملكي للدراسات الدينية. وبداية اسمحوا لي أرحب بمدير المعهد الملكي للدراسات الدينية معالي السيد ميشيل حمارني. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. وأيضا منحب نرحب بالدكتور عامر الحافي نائب مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية، برضو أهلا وسهلا فيكم ونصبح عليكم. يعني بداية نبدأ معك معالي أستاذ ميشيل، يعني معروف عن المعهد الملكي للدراسات الدينية أنه هو مركز رائد للدراسة والبحث في جميع المواضيع المتعلقة بالتفاعل بين الحضارات والأديان سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي. فحدثنا أكثر عن طبيعة النشاطات اللي بيقدمها المعهد الملكي من أجل تحقيق أهدافه. يا ستي، هذا المعهد أسس قبل 20 عاما في 1994. نعم. وأسس ليكون حاضنة للدراسات والأبحاث المختلفة التي تتعلق بالإسلام والتي تتعلق بمنجزات الحضارة الإسلامية بشكل عام، كما وأنه عمل ولا يزال يعمل ويأمل أن يعمل في المستقبل على تطوير هذه المفاهيم حتى نساعد على فهم رسالة الإسلام وقيم الإسلام. نعم. في الأجواء اللي احنا بنشوفها المحمومة الخطيرة. نعم. التي لا تبعث على أي نوع من الطمأنينة. نحن كما هو واضح نعيش في جو مضطرب. عندما أسس هذا المعهد أسس وكان لا تزال الدنيا قمرة وربيع وفي خير والناس متفاهمة ومتحابة، لكن الآن دوره يجب أن يكثف أكثر مما كان في السابق. باعتقادي أنا أنه عمل جهدا هائلا المعهد في التعريف بالإسلام من خلال نشاطاته المحلية والإقليمية والعالمية. نعم. وخاصة عندما نتحدث عن رسالة عمان التي كان أهدافها واضحة من حيث التعريف بالدين الإسلامي، قيمة، حضارة، تقدما. وباعتقادي المعهد الملكي للدراسات الدينية هو المؤسسة الوحيدة في الأردن تقريبا التي تعنى بهذه المواضيع. هنالك طبعا مؤسسات أخرى تعنى بدراسات معمقة. صحيح. ونحن قد نكون المؤسسة الوحيدة في العالم العربي التي تعنى بهذا الأمر. من هنا أنا بشعر أنه واجب علينا كمعهد. نعم. أنه نقوم بعمل إعلامي وإعلاني عن المعهد، لأنه هذا وقت تشجيعه وتشجيع أعماله. نعم. نحن نأمل في القريب العاجل أن يكون هنالك مشاريع لتطوير ومتابعة ما قمنا به، وخاصة رسالة عمان. نعم. لما فيها من عناوين مهمة. نعم. طيب رح نتحدث احنا اكثر عن الفعاليات، بما انه عم نقول ان المؤتمر هو المؤتمر لمشروع ختامي لرسالة عمان. ذكرت لي دكتور عامر. نعم. مسبقا انه مشروع رسالة عمان او هذا المؤتمر الختامي هو لمجموعة من الفعاليات اللي قمت فيها، تصل تقريبا الى 30 فعالية. سواء في اوروبا، في عمان، او في الاردن، او في الدول العربية. فمن اهم المواضيع اللي تناولتها من خلال الفعاليات اللي قمت فيها هو موضوع مهم جدا، واستهدفت في الشباب، هذه الفئة اللي عم تتعرض إلى التطرف وإلى العنصرية إلى حد ما، وعم بيكونوا هم يعني الضحية في موضوع التطرف بشكل كتير كبير. فاحكي لنا أكثر يعني عن تركيزكم على هذه الفئة، وتناولتوا زي ما حكيت موضوع الشباب والوسطية أو الشباب والاعتدال. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم بداية على الاستضافة. أهلا وسهلا. وأكيد يعني قناة رؤيا قناة لجميع الأردنيين، وعندها هذا الأفق الفكري كمان والتواصل مع المؤسسات الأردنية والمدنية أوجه التحديد اللي فاعلة في المجتمع الأردني. رسالة عمان مثل ما بتعرف رسالة جاءت في وقت كثير حساس بعد الأحداث اللي صارت في
في الولايات المتحدة الأمريكية 11 سبتمبر وصعود يعني تيارات متشددة، فكانت رسالة عمان بتعبر عن الصورة الصحيحة للإسلام. علماء مسلمين من كافة أنحاء العالم اجتمعوا، أكثر من 200 عالم من البوطي إلى القرضاوي إلى علماء أيضا من الفرق والمذاهب الإسلامية الأخرى، بحيث أنه كانت بمثابة لحظة إجماع في تاريخ يغلب عليه الفرقة، في مرحلة يغلب عليها الانقسام. فلحظة الإجماع هاي كان لابد من استغلالها، وبالتالي المعهد الملكي طيلة سنتين متواصلتين وهو يقوم بأنشطة على جميع المستويات. من هذه الأنشطة على سبيل الإيجاز ومن أهمها دليل تدريب الأئمة والوعاظ، مؤتمرات حول موضوع التطرف أو المغالاة والتشدد، حول الإسلاموفوبيا، زيارات شبابية، ورشات لتطوير مهارات الشباب. يعني أذكر مثلا مرة ورشة على موضوع الديبيت، الجدل أو الحوار، وكيف أنه تقاليده الصحيحة، وكيف لما ندخل المواضيع الدينية بالديبيت. إحنا عادة لما نتحاور بقضايا دينية منتشنج ومنكشر ومنصير يعني أكثر عدوانية ربما، لأنه منحكي الدين شيء حساس جدا وخطير، فبصير الحوار الديني بياخذ مسلك أقرب إلى الغضب وأقرب إلى العدوانية والعدوانية في النتيجة. فكيف أنه يصير الدين فكرة، الدين حوار، الدين البحث عن الحقيقة. وبالتالي المعهد الملكي، وهذا الشيء اللي فعلا مثل ما قال معالي أبو عمر قبل شوي، إنه إحنا بحاجة لدراسة الدين دراسة علمية أكاديمية. الدين كظاهرة عاطفية، كانحياز عاطفي، كمشاعر، كصوت، كخطابة، كموعظة، هو اللي يغلب علينا في عالمنا العربي. لكن الدين كفكرة، كوعي، كنضج في التفكير، أنا أتصور هذا الجانب بحاجة لمراكز مثل المعهد الملكي للدراسات الدينية. الشباب بكلمة يعني موجزة هم فئة طموحة جدا، وفئة تبحث عن المستقبل، وهذه الفئة إذا لم نعهد بإعطائها حقها والاهتمام فيها وفي مشاكلها، هذه الفئة ممكن أن تكون فعلا يعني لقمة سائغة بيد الجنون، بيد الطائفية، بيد الحركات اللي ما عندهاش وطنية، ما عندهاش حب حقيقي للأمة، وبالتالي تصبح هذه الفئة اللي هي أمل المستقبل تصبح مشكلة الحاضر ومشكلة المستقبل. صحيح. طيب خلينا نتحدث ويعني نتحدث عن الموضوع المهم واللي هو موضوع المؤتمر الختامي لمشروع رسالة عمان. شو رح يتناول هذا المؤتمر؟ يعني ماذا عن شو رح تتحدثوا فيه ومين رح يشارك في هذا المؤتمر؟ يا ستي، هذا المؤتمر رح يشارك فيه عدة جهات، لكن يجب أن أذكر بداية من عندنا من هنا، هو راح يشارك فيه المعهد الملكي، وزارة الأوقاف، وزارة التخطيط، لأنه كان لها يد كريمة في دعم مشروع رسالة عمان عبر السنتين، لأنه بده مال هذا. راح يشارك فيه شخصيات إسلامية وشخصيات مسيحية من الغرب، ممن لهم دراية في الموضوع اللي احنا بنعالجه. الآن يأتي هذا المؤتمر في فترة حالكة، صحيح، في فترة سوداء، يعني ما يجري على الأرض العربية في سوريا والعراق واليمن أمر محزن، أمر لا علاقة له لا في الإسلام ولا له علاقة بالعرب ولا بالقيم التي نؤمن بها، سواء كانت قيم مستمدة من الدين أو من حياتنا الاجتماعية. فالمؤتمر بده يتحدث في هذا المجال، وبده يتحدث فيه رجالات ممن لهم دراية فيه. الاعتدال الديني أمر مهم في هذه الأوقات من حياتنا. نحن لا نطالب إنه الكل يفهم الإسلام كما نريدهم أن يفعلوا، لكن نريدهم أن يكونوا معتدلين في فهمهم للإسلام، سواء كان الغرب أو سواء كنا نحن. نحن إحنا الآن إذا اطلعت على المسألة، هنالك تشويش وهنالك تشويه للإسلام في العالم نتيجة ما نشاهده من أعمال منافية للإسلام بأيدي إسلامية.
يعني العالم بيسألونا دائما عندما نتحدث عن الإسلام كرسالة حضارية، بيسألونا أي إسلام تحكوا عنه؟ إسلام هذول اللي قاعدين بيقطعوا بروس البشر، إسلام طالبان، إسلام مين؟ أنا بعتقد إنه هذا المؤتمر الآن اللي بدنا نقيمه بعد يومين ثلاثة راح يعالج في أطراف معالجاته ماذا نفعل فعلا نحن كمسلمين ونحن والمسلمين بالمناسبة احنا بنحكي عن المسلمين حسب بس هم عرب، في مسلمين ألمان الآن، في مسلمين إنجليز، في مسلمين هنود، والإسلام ليس للعرب لحالهم بل الإسلام للعالمين. أنا بعتقد نحن كعرب يجب أن نفهم هذا، إذا فهمناه ببطل الإسلام حكر علينا وإحنا حكر على الإسلام. الإسلام للعالم كله له حق أنه يفهمه. المؤتمر القادم هو بده يحكي عن الاعتدال، والإسلام رسالة اعتدال بالأساس، وهو وسطي في حكمه وفي تنفيذه للقيم اللي موجودة فيه. فهذا راح يكون مجمل تقريبا المؤتمر وما سيتم نقاشه خلال المؤتمر. طيب بما أنه دكتور عامر عم نحكي عن نظرة الغرب إلى الإسلام، دائما يعني بمر بذهننا مفهوم الإسلاموفوبيا أو ما يسمى بالخوف المرضي من الإسلام. لماذا يعني ليش ظهرت ظاهرة الإسلاموفوبيا بين الدول الغربية وعند المفهوم الغربي؟ الآن طبعاً معالجة مشكلة مثل الخوف من الإسلام أو الخوف من المسلمين، هاي مشكلة إلها أبعاد سياسية. الإعلام لعب دور كبير في يعني هذا الذعر اللي هو يعني مش خوفه بس خوف بطريقة يعني فيها ذعر. كمان بعض خلينا نحكي الأكاديميين، بعض الجهات السياسية، أكيد اليمين الأوروبي لعب دور، بس أنا صراحة بشوف إنه إحنا كمسلمين لعبنا الدور الأكبر في تخويف الناس منا. أبدأ أعطيك مثال بسيط جدا اللي بيصير حاليا الآن في العالم العربي. قبل حادثة ذبح الصحفي الأمريكي، وقبل حادثة قتل هذا تبع المساعدات البريطاني وذبحهم، كان أغلب الرأي العام الأمريكي ضد التدخل. صحيح. لما الناس شافت أنه في ذبح وفي ناس بتيجي يعني بكولد بلاد عماله بيجي بمسك واحد على الكاميرا والكاميرا بتصور والفيديو شغال وبيجي بدبح بقطع رأس واحد، الرأي العام الأمريكي انقلب من معارض للتدخل في العراق وسوريا إلى مؤيد للتدخل لضرب هذا الإرهاب. وبالتالي لاحظ كيف من الذي يصنع هذه المواقف العدوانية تجاهنا. بالتالي المسؤولية أولا وقبل كل شيء تكون نحن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن الله يحب الرفق في الأمر كله. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. القرآن بيقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. حتى الأسير لا يجوز، فإما منا بعد وإما فداء. فإحنا المسلمين أيضا صرنا نخاف من هؤلاء أو في نوع من القلق الآن. لا أنكر يعني كنا نتحدث عن رسالة عمان من أجل تجميل صورة الإسلام في الغرب أحيانا، لكن اليوم أقول لك بكل صدق نحن نتحدث عن رسالة عمان، رسالة الاعتدال، وعن الاعتدال الإسلامي عموما، ليس فقط عن رسالة عمان كوثيقة مهمة، ليس فقط من أجل تجميل صورة الإسلام والإسلاموفوبيا، من أجل حياة أولادنا. حتى ما يكونوش ضحية جديدة للجنون الذي يستعر في المنطقة، والذي أكيد يعني أنه مش راح نخلص منه بيوم يومين، لأنه مش ظاهرة أمنية وعسكرية. ظاهرة فكرية في وراها خلل في الفهم، يعبدون الله على حرف، حرف الشيء يعني طرفه، تكون على حرف الجبل بدها توقع. العبادة، عبادة الله وفهم الدين على حرف ستجعل الإنسان يقع في الجرف. ولذلك هذا التطرف في الفهم، عندما لا نقرأ القرآن قراءة واعية وحضارية، نحن بحاجة إلى مسلم عقلاني اليوم. مسلم بنفس الوقت يطالب بالعدل وبنفس الوقت يعرف ما الذي يفعله، لا أن يثير الناس. أنا خلال دقائق الآن نحن هون في قناة رؤيا، ممكن أعمل مشكلة أخلي كل العاملين في القناة يكرهوني. هذا بشتمه هذا، لكن كم أحتاج من الوقت ومن الجهد
حتى يحبني ثلاثة أو أربعة من العاملين. نعم. هذا هو الجهد الذي يجب أن نبحث حتى ما نخوف الناس من لتحسين صورة وإنما الإسلام والمسلمين. بالضبط. إنما بعثت رحمة للعالمين. يعني ختاما أنا بدي أتشكركم، شكرا لكم على جميع الجهود اللي عم بتقوموا فيها من أجل تحسين صورة الإسلام وأيضا فتح الحوار وتقبل الآخر أيضا وتقبل الرأي الآخر. ختاما بدي أتشكرك معالي السيد ميشيل حمارني مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية، وأيضا بتشكر نائب مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتور عامر الحافي. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا.